شوف والله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. انا ما نبقاوش نهضروا الهضره خاويه، نبقاوش ندويو. انسان ما انسان راه حياته، دار شوف راه عندي راه عنده مو وعنده باه وعنده خوت، والكلمه ديال الموت راه ما تبقى خت يقولها. حتى واحد ما يقولها صعيب الحال باش تقول هادشي. لا قلتي انت راه غادي تخلق عائله وتخلق عائلات وخلق الناس ديال الاوساط ديال الرياضيه كامله تخلعهم. من احسن الانسان اللي ما عندوش شي حاجه خبر موثوق بلا ما يبقى يدوي. الله يجزيكم بخير. هما اللي كيقروا. حنا دابا حنا دابا تقريبا قلتي 12 الليل، دابا حنا وما يزيد حنا واقفين قدام الكلينيك ما كاين حتى حاجه. كنهضر مع الاطباء، السيد راه باقي هو راه داروا لي العمليه الاولى والثانيه، وراه كيغسلوا ليه فاكشي اللي عنده في راسه، وحنايا كنسجدوا وكنبكيو على الله سبحانه وتعالى. الله يشافي هادشي اللي كنطلبوا الله سبحانه وتعالى. وشكرا للناس كاع اللي كيدعيو معاه، ولا كاع الناس اللي جاو حضروا. هذا ما كيبقاش كوره ديال القدم، حنا غدا كيبقى هذا عمل انساني. اي واحد غيجي يشوف هذا الوليد هذا ما عندوش علاقه بالوداد ولا بالرجاء ولا باي حاجه. حنا مغاربه، حنا مسلمين، كنطلبوا من الناس كاع كاملين يصليوا ويسجدوا الله سبحانه وتعالى ويدعوا مع هذا الوليد هذا بالشفاء ان شاء الله بحول الله، واصدقاء ديالو اللي معاه تاهما. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.